يعني هسه الاتفاق مع رئيس الوزراء وياهم اللي صار هذا انضرب عرض الحائط. هذه الحالة انضرب. انضرب عرض الحائط؟ في هذه الحالة مع هذه التصريحات نعم ضرب عرض الحائط. يعني الأمريكان الآن ضربوا اتفاقهم مع السودان عرض الحائط. كل ما ذهب به العراق من اتفاقيات اقتصادية وذهب نحو الشراكة والشراكة المستدامة والاتفاق مع الشركات، هذا كله بالكامل تحول إلى إعادة عسكرة من جديد. يعني احنا الان امام سياسة امريكية جديدة لا تريد ان يكون الوضع الحالي كما هو عليه الان، وهذه الخطورة بان ان توضع الحكومة في هذا المأزق ما بين انه اما ان تكون معي وان تكون ضدي، وهذا خطر. هم شنو كانوا متفقين عليه مع السوداني؟ ذهاب لرئيس الوزراء ان تحويل الاعلام. انا اريد الاتفاق، ما اريد الحكي اللي قاله. لا لا نعم، هو الاتفاق كالتالي، أن تتحول موضوع الوجود العسكري يتحول إلى اللجنة العسكرية اللي شكلها. زين. اللجنة العسكرية حددت إيش قالت؟ قالت إحنا يابا جدولة الانسحاب مع وجود عسكري للقوات الأمريكية بعد ما نحتاج. نحتاج شنو؟ المعلومات التبادل المعلومات ما تمتلك الإدارة الأمريكية من معلومات عن تنظيم داعش. هذا أول. ثانيا الطائرات العراقية تحتاج إلى المسيرات الأمريكية بتحديد الأهداف. فقط هذا. في مسألة التدريب حتى احنا عندنا اكتفاء كامل في هذا المجال. بالتالي انه عملية تنظيم ما ذكر انه حتى الذهاب الى واشنطن لن يتم الا بعد ان نكون نضمن جدولة انسحاب للقوات الامريكية على طريقة 2011. ما عندنا بعد خاص لا قواعد ولا